خد يا سلامة. بس ده ما يصحش استرده. يا دمسك يا طالما عاجبك امسك، انا بجيب غيره من الكنيسه. ربنا يزيدك ويزيدك يا رب يا استرضا يا اطيب ترز في المنطقه. طيب يا سيد، مش هتفصل لي الجلابيه بقى؟ يا قلت لك 100 مره انا ما بفصلش جلاليب، انا ترز فرنجي. طيب صباحك زي الفل ان شاء الله. صباحك زي القشط. صباح الفل يا عم سليمان. اهلا يا اخويا. اجيب لك شاي؟ بسك فاكر تسال؟ معايا يا سيدي، ما انت ليك ناس وناس. ليه يا عم سليمان؟ ما انت لسه فاتح اهو. فاتح؟ شاف يا اخويا الزباين مقطعه بعضيها قوي. خد يالا تعالى. هو صاحبك لسه شغال؟ ما بيونش؟ قصدك لسه رضا؟ يا سيدي في غيره؟ شغال زي الفل، ربنا يزيد. خلاص يا اخويا، خلاص يا حبيبي، اتكل على الله امشي. طب اجيب لك شاي؟ ما بطفحوش. يا احسن جيب لي شاي على ايه؟ ما المعده فاضيه. ترجعت يا مينا؟ بصراحه بس انا مش هاكل لما يجي بابا. يا حبيبي على العموم هو زمانه جاي. تعرف يا ماما، نفسي لما اكبر اشتغل مع بابا واساعده في الدكان. لا يا حبيبي، بابا بيتعب ويشقى عشان انت تتعلم، قوم لما تكبر تبقى دكتور ولا مهندس. بس اهو بابا جه. مساء الخير. مساء النور، حماتك بتحبك. الله يرحمها بقى، كانت ست طيبة. يا مينا، خلصت واجب النهاردة؟ طبعا يا بوي، خلصت من بدري. خلص من بدري ومش عايز ياكل الا لما تيجي. يا حبيبي انا كمان واقع من الجوع. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ابانا الذي في السماوات. الى الابد امين. ها يا مينا، احكي لي بقى اخدت ايه في درس النهارده؟ درس المدرسه او مدارس الاحد؟ الاثنين. خدنا في مدارس الاحد قصه يوسف الصديق لما اخواته كانوا غيرانين منه ورموه في البير، لكن ربنا انقذه وبارك له حياته. الله، ربنا يا حبيبي يبارك لك زي ما بارك ليوسف. بالحق يا رضا، ست منابيل جارتنا قصدتني النهارده، عايزاك تفصلها قميصين لابنها، اصله داخل الجامعه السنه دي. ومال؟ وقال ايه يا اخويا؟ بتقول لك شوف يتكلفوا كام. يتكلفوا كام ايه بس يا ام مينا؟ خليها تبعت نبيل على الدكان وملهاش دعوه. ايه ده الواد نام؟ ما هو يا حبيبي بيصحى من بدري عشان المدرسه. عارفه يا ام مينا، انا كل ما ابص لوشه افتكر محبه وكرم ربنا علينا. امال ده مينا ده ابن صلاه وصوم 5 سنين، وانا انسى من يوم ما اتجوزنا واحنا بندعي ونطلب من ربنا عشان يرزقنا بالواد لحد ما ادانا بيه. ده ربنا ده حنين قوي. مساء الخير يا استاذ رضا. مساء الخير يا استاذ فخري. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اؤمر. الامر لله. عايزين بس الرسوم بتاعت الحي، يعني اليافطه اللي بره والبروز ده اللي بتاع المحل بتاعك الى اخره الى اخره. على فكره لو معكش لغينا وانا هتصرف. لا يا سيدي، وما معيش ليه؟ خير ربنا كتير. يا على خيرة الله، هذا الوصل بتاعك اهو. اتفضل. اتفضل يا سيدي. ما تقعد تريح رجليك. لا انا ورايا لف كتير على المحلات. الله يعينك. امال الشاي بتاعنا فين بقى؟ عناية ليك. يا ده سلامة. لا لا، فهمتني غلط، مش القصد. انا قصدي الشاي بتاعي. شوف بقى استاذ فخري، حق الحكومه ودفعناه، والشاي بتاع جنابك من عند سلامه ده اذا كنت عايز تشربه. اما غير كده ما عنديش. اعتمى لقيصر لقيصر وما لله لله. ماشي ماشي، كله على الله. تقعد بالعافيه. مع السلامه يا سيد. مع السلامه. مساء الخير يا استاذ سليمان. اهلا يا فخري. اخبارك ايه؟ ابدا، عاجبك وقف الحال اللي احنا فيه ده يا فخري؟
اه والله على كل الناس. والله كل الناس ايه؟ ما عندك رضا شغال ما بيولش يا اخي. وعلى كل ده يا اخي راجل الجلد وايده ناشفه. طب واخرتها اعمل ايه يعني؟ اجيب دورة في المحل ولا ابو سوبر ماركت فخري ولا ايه؟ طب وليه؟ ما هو ليفل. يا ريت ايد على ايدك يا فخري. بس ازاي؟ ازاي دي بقى تبقى بتحدي؟ بس المشكلة ان الموضوع محتاج شوية مصاريف. اذا كانت على المصاريف يا فخري بسيطة بس نخلص منه. اتفقنا. اتفقنا. اجيب لك شاي بقى؟ لا 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 سحلب. شطانة انا. عمرك تحب السحلب يا فخري. منور يا نبيل. بوجودك عم رضا. انت في كلية دلوقتي يا بلبل؟ كلية الحقوق. ربنا يوفقك يا حضرة الأبوكاتو. ده لسه يا عم رضا 4 سنين يمين يعديهم. يا انت متشائم كده ليه؟ 4 سنين دول يعدوا هوا. إلقى على الرب همك فهو يعولك. ايه ده؟ مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ مش انت جوه نشوف مين. مساء الخير يا استاذ رضا. مساء الخير يا سلام. معلش انا جاي لك في وقت متاخر وكده، بس كان في كلمتين كنت عايز اقولهم لك. طيب اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل يا سلام. ربنا يزيد فضلك يا عم رضا. شاي يا ام مينا. شوف يا استاذ رضا، انت راجل خيرك عليا وعلى الحته كلها، ومن واجبك عليا ان انا لما اشوف حاجه تضرك لازم اجي واقول لك. خير يا سلامة، في اتكلم. بصراحة كده الأستاذ سليمان والأستاذ فخري بتاع الحي بيدبروا لك مصيبة. اسم الصليب. مصيبة ايه؟ معرفش، بس أنا جاي أقول لك عشان تاخد حذرك منهم، ده أنا سمعتهم بوداني دول. شوف يا سلامة، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ايه يا ابو ناس؟ مساء الخير يا استاذ سليمان. اهلا يا فخري. اهلا. طمني عملت ايه؟ كل خير النهارده او بكره بكتير، ومحل صاحبنا هيتشمع. هيتشمع؟ ما انت بقالك شهور يا فخري عمال تقول لي المحل هيتشمع النهارده بكره، وعمال تسحب مني فلوس على الفاضي والمليانه يا فخري، ما بتعملش حاجه. شوف يا سيدي، صاحبنا هيقتص قضية إن شاء الله مزاولة نشاط مخالف للموجود في الرخصة، وطبعا هو استلم الإنذار ومضى عليه. استلم ومضى؟ أمريكان يعني لا استلم ولا مضى، وأنا اللي سلكتها وصادر عليه الحكم وغرامة كمان. أمريكاني طبعا. الله ينور عليك. وصاحبنا كبر دماغه وما دفعش الغرام، وحق الحكومة ما يضيعش، يبقى ايه اللي هيحصل؟ الغل. الله ينور عليك. فخري. نعم. انت تستاهل كده واحد سحلب. لا خليها شيء المرة دي. رجعك بدري يا ابو مين. الله، في ايه يا رضا؟ طمني. الكلام اللي قال لي علي سلامه حصل.
قفل الدكان. يا مصدي، طب والعامل؟ بكره الصبح اروح اشوف ايه الموضوع، اكيد في حاجه غلط. انا طول عمري ماشي صح وسليم. ما تخافش يا اخويا، ربنا هيتدخل. يا ستي حاضر. هو فين مينا؟ نايم. اللي منامه بدري كده؟ اصله جه من المدرسه تعبان شويه، بيهرش كده في وشه ودراعاته، الظهر حساسيه. الكلام ده من امتى؟ من ساعه ما رجع من المدرسه. طب احنا لازم نوديه لدكتور. يا اخويا ولا دكتور ولا حاجه، مفيش داعي، دي حساسيه يعني، تلاقيك الحاجه حرقت. حساسيه ايه وحاجه حرقت ايه بس؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا عم سليمان؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. عايز اعمل مطرون عم سليمان. انا عندي اخر موديل، ومن عندي قبل العندي. بقول لك يا عم سليمان، امال عم ندى قافل ليه يعني بقاله فتره؟ قافل ليه؟ بيقول يا سيدي لا عنده شويه مخالفات، فراح يعني قفلوا له المحل. ربنا يفك دقيقته. ها؟ ربنا يفك دقيقته. بقول لك ايه يا اخويا؟ يا عم سليمان، عدى عليا الاسبوع اللي جاي. مع السلامه اخويا. خلاص ماشي يا عم سليمان. مع السلامه اخويا. سلام. بنطلون قال. يا صباح الشغل النار. اهلا يا استاذ فاخر. اهلا. ازيك؟ عرفت بقى امتي؟ طبعا يا اخويا احنا ما نستغناش. طب حس كده بقى، امال الشاي بتاعي فين؟ الشاي. يا ده سلامه. لا 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 سلامه ايه. شوف لنا 20 جنيه فكه معاك. 20 جنيه؟ لا والله يا اخويا مفيش، ما تلاقيش. ملاقيش. طبعا ما خلصت حاجتي من جارتي. ماشي يا سليمان، هشوفك بعدين. انا فخر اخويا. نعم. ايه؟ ما تقعد تشرب سحلب. لا يا اخوي، ما انا شربت وحاضر. مع السلامه. على سلامك. على 20 جنيه اهي. انا لقيتك ما بتجيش الاجتماع، قلت اجي اسال عليك. اصل الحساسيه زايده على الواد شويه. طب وما وديتيهوش للدكتور؟ وديته المستوصف اللي جارنا، ودوا له علاج. وبياخد العلاج بانتظام؟ بياخده بس مفيش فايده، الحساسيه عماله بتزيد. وانا مش عايزه اقول لرضا، كمان باله مشغول طول النهار وعمال يلف عشان يشوف موضوع الدكان اللي قفلوه. ربنا يسامحهم، بس اتاكدي يا بنتي ان المسيح معاه ومش هيسيبه ابدا، لانه قال نقشتكم على كفي ومن يمسكم يمس حدقه عيني. ما تخافيش يا بنتي. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا مدام تريز؟ نشكر ربنا. ازيك انت يا ابو مينا؟ اهو الحمد لله. ومفيش اخبار جديده عن المحل؟ لسه مقفول، عايزين مني الافات. انت مش غريبه الحاله على قدها، يا دوبك المحل كان مشينا يوم بيومه. حاسس انها تخنق. ما تقلقش، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ايوه طبعا، ربنا كبير. مين عامل ايه دلوقتي؟ تعبان قوي يا اخويا، الحساسيه عماله بتزيد والدواء مش جاب نتيجه، وانا مش عارفه اعمل ايه. يعني ايه مش عارفه تعمل ايه؟ طب ما قلتيش ليه؟ احنا لازم ناخده ونوديه لدكتور كبير، اكبر دكتور في البلد. ايوه بس يعني. ما بسش، انا ما عنديش اغلى من ابني حتى لو هشحط عليه. مش حساسيه. مش حساسيه؟ امال تطلع يا دكتور؟ ما اقدرش اقول لك دلوقتي، لازم نعمل مجموعه من التحاليل وبعدها اقدر اقول لك هو عنده ايه بالظبط. حاضر. والتحاليل دي سيادتك عايزه امتى؟ باقصى سرعه، في معمل هنا في المستشفى، لو تقدروا تعدوا عليه دلوقتي وانتم ماشيين يا ريت. حاضر.
وانت يا ست كل هكتب لك كام دواء كده تديهم له. الدواء ده 3 مرات كل يوم، وفي مرهم، المرهم ده مره الصبح ومره بالليل. حاضر يا دكتور. وطبعا الاكل يكون سوائل ويفضل شوربه طبعا. حاضر. متشكرين يا دكتور. تحت امركم، والف سلام عليك امين يا حبيبي. الله يسلمك يا دكتور. يلا حبيبي. نشوفنا ان شاء الله يا جماعه. يا رب، يعني مرض مينا ما يجيش غير في الظروف اللي انا فيها دي. طب اصرف على العلاج منين؟ المحل مقفول ومش عارف ادفع الغرامة ازاي. يا رب، من انت عارف كل حاجة من غير ما اقولك. ايه يا ابو ناس، مش هتقف جنب ابنك مينا؟ صحيح انا مستاهلش، لكن اطلب من مين يساعدني؟ افرج يا رب. لو تاخد الغويشتين دول تفك بيهم ذمتك. لا يا أصيلة، خلي دهبك معاكي، أنا هتصرف، متقلقيش. ما هو بإذن المسيح، يعني ربنا هيفرجها وبعدين تجيب لي أحسن منهم. ده أنت اللي جايبهم لي يا رضا. خد يا بوي. خادمة في كنيستك وجايها لك يا رب، أطلب منك تقبل رجائي وتقبل دعائي إنك تشفي الطفل مينا من المرض اللي صابه في وشه. ده طفل صغير يا رب مش قادر يتحمل المرض، وأبوه وأمه غلاه ما عندهمش يصرفوا عليه دكاترة وأدوية. يا رب اشفيه يا رب، يا رب اشفيه يا رب، وقف معانا يا رب. ايوه بس الحالة زادت قوي يا دكتور. طب ما جبتوش لي على المستشفى، وحتى اتصلتوا بيا التليفون كنت اجي لكم على البيت. يعني انا قلت لما اجيب التحاليل معايا بالمره. طب وريني. طمنا يا دكتور، في ايه؟ لا ان شاء الله يا ست هيبقى كويس. هيبقى كويس قوي ان شاء الله. مش كده يا مينا حبيبي؟ يا ريت يا دكتور، لحسنها تعبان قوي. يا حبيبي. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله. هتكرروا نفس العلاج تاني، وهتاخدوا الإبر دي تزودوها العلاج. ماشي يا دكتور، متشكرين قوي. شكرا يا دكتور. العفو. عن إذنك.
يا اخ رضا، عاوزك في كلمه عن انفراد. اتفضل اخ رضا. خير يا دكتور؟ انا مش هخبي عليك يا اخ رضا، صراحه كده حاله ابنك حرجه ولازم يتحجز في المستشفى، لازم يبقى تحت رعايه خاصه. ما اعتقدش ان البيت هيكون مكان مناسب، هنا هيكون افضل. كون تحت عينينا لحظه بلحظه، نتابع حالته اول باول. ايه يا ابو الناس، برضه مش عايز تتدخل؟ ربنا كبير يا رضا. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا مدام تريز؟ اتفضلي اتفضلي مدام تريز. ازيك يا مدام تريز؟ نشكر الله. ها ازاي مين النهارده؟ زي ما هو الحمد لله. يعني اقول لها يومين ثلاثه كده ربنا يفرجها واوديه المستشفى اللي قال عليها الدكتور. ان شاء الله ربنا يشفيه. انا بقى جايبه لكم معايا هديه غاليه قوي، دول معجزات ابونا ياسا. كتر خيرك يا مدام تريز. احنا مش عارفين نشكرك ازاي، طبعا دي هديه غاليه قوي. مش بس كده، ده انا جايبه لكم حاجه غاليه قوي كمان. دول شويه رمل من كنيسه ابونا ياسا. يا رب يعمل معاكم معجزه من معجزاته. ده انتوا لو تقروا الكتب بتاعته هتلاقوا فيه معجزات شفاء اكتر من حاله مينا بكتير، وهتلاقوا مشاكل اكتر من مشكله المحل بتاعك. المهم بس تكون محبة المسيح في قلوبكم وكل شيء يبقى كويس. المسيح يشفيك يا مينا. السلام يا ولدي. سلام ونعمة يا ابونا. مالك يا ولدي؟ قاعد كده ليه؟ يعني صلي لي يا ابونا. صلوات القديسين تكون معاه وتحاوطك، وما تنساش ان ربنا بيقول تكفيك نعمتي. يا ابونا
قدسك مش من كنيستنا، بس سامحني يعني شكلك مش غريب علي. لا انت عارفني كويس. طيب فكرني لما اخذ مش واخد بالي. لحقت تنساني؟ لسه كراشش الرمله دلوقتي. مساء الخير يا استاذ رضا. مساء الخير. مساء حضرتك. ازيك يا استاذ فخري؟ انا عايز اعترف لك بحاجه. اتفضل. بصراحه انا كنت السبب في كل اللي حصل لك ده، والشيطان ضحك عليا ووزني ان انا اسبب لك المشاكل دي، لكن لعلمك ربنا ما سابنيش. انا من كام يوم ضاع مني ملف بتاع سلسله محلات كبيره، والراجل صاحبها راجل واثق، ورئيس الحي عرف بالموضوع ده، وكنت هتحبس يعني، ملهاش حل تاني. لكن فجاه وانا قاعد كده لقيت قريبك جالي ومعاه الملف. قريبي؟ ايوه، القسيس اللي كان واقف معاك من شويه ده قال لي الملف ده بتاعك انا لقيته. انا من فرحتي مش عارف كنت اعمل ايه. كل اللي طلع عليا قعدت ابوس ايديه واقول له متشكرين، وقال لي انا قريب رضا، وسابني ومشي. من ساعتها وانا حاسس بذنب كبير، يعني الناس دي تعاملني المعامله الطيبه دي وانا اذيهم. لعلمك انا ان شاء الله هحل لك مشكلتك دي. انا عملت لك استئناف في المحكمه، وان شاء الله المصالحه اللي بينك وبين الحي هتكون على حسابي، وصدر قرار كمان ان المحل بتاعك هيتفتح ويرجع زي الاول. بس كل اللي عايزه منك يعني سامحني. انا متشكر ليك. العفو يا عم رضا. انا اللي اسف يا عم رضا، سامحني. مين؟ انت خبيت يا ماما. مينا اسم السليم. سلام ليك يا ابو نياسة. تعالي يا حبيبي. مريم اسم السليم. مينا مريم، المحل هيتفتح. ابو نياسة. بابا انا خبيت. سلام ليك يا ابو نياسة. سلام ليك يا ابو نياسة. مبروك على أرض العربية.